أحيي الجنود من شركة فاغنر الخاصة الذين اتخذوا القرار الصائب للتوقف والعودة أدراجهم وتفادي حمام دم. اليوم لديكم الفرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال توقيع عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون. من يريد أن يذهب إلى بيلاروسيا فأنا ملتزم بالوعد الذي قطعته لمن يرغب في ذلك. أكرر أن الخيار متروك لكل واحد منكم، لكنني متأكد من أن هذا سيكون اختيار المقاتلين الروس الذين أدركوا خطأهم المأسوي.